أهلا بالجميع، معكم MNB ومستعدين نغوص في عالم أندرويد، ولكن ليس فقط الأساسيات اللي كلكم تعرفونها. رح نتحول لخبراء تكنولوجيا ونكتشف الميزات المخفية والإعدادات السرية، الأشياء اللي رح تخليك تقول لحظة، هاتفي بيقدر يعمل. استعدوا لإطلاق العنان للإمكانيات الحقيقية لجهاز الأندرويد اللي في جيبكم. أولاً، خلونا نتكلم عن الإيماءات. أكيد بتعرفوا الأساسيات، التمرير، النقر، التكبير، لكن أندرويد عنده مستوى آخر من التحكم بالإيماءات جاهز للاستخدام. نتكلم عن التمرير للأسفل بإصبعين للوصول للإعدادات السريعة، أو النقر المزدوج على زر الطاقة لتشغيل الكاميرا بسرعة. وإذا كان هاتفك كبير، وضع الاستخدام بيد واحدة مفيد جداً، بيصغر كل شيء وبيسهل عليك الوصول لكل شيء بإبهامك. ما في داعي لتحريك أصابعك بشكل غريب بس عشان توصل لزر الرجوع. وبالحديث عن التنقل، خلونا نتكلم عن التنقل بالإيماءات. هون بتصير تكنولوجيا أندرويد فعلا متطورة. بدل أزرار التنقل القديمة بتمرر من الجوانب والأسفل للرجوع أو للصفحة الرئيسية أو لتبديل التطبيقات، سهل جداً وبيوفر مساحة أكبر على الشاشة. هلا، خلونا نزود الإنتاجية. تمنيتي يوماً لو تقدر تفتح تطبيقك المفضل أو تروح لإعداد معين ببضع نقرات. هلا بتقدر. أندرويد بيخليك تعمل اختصارات مخصصة لأي شيء تقريباً. تخيل تنقر مرتين على ظهر هاتفك عشان تفتح إنستغرام أو تفتح خرائط جوجل بتمريرة بثلاث أصابع، كأنك عندك قوة خارقة بس لهاتفك. تمام، تعلمنا الإيماءات، هلأ خلونا نتكلم عن التخصيص، لأنه لازم هاتفك يعكس. أولاً، الوضع الليلي. هاد بيغير كل شيء، خاصة إذا كنت تستخدم هاتفك بالليل. بيريح العين، بيوفر البطارية، وشكله حلو. بس ما راح نوقف هون. خلونا نتكلم عن حزم الأيقونات، مليت من نفس أيقونات التطبيقات. أندرويد بيخليك تغير شكل الشاشة الرئيسية تماماً مع حزم أيقونات مخصصة من متجر بلاي. اختار أيقونات بسيطة، ملونة أو مجنونة، الخيار إلك. وإذا بدك تتحكم بكل شيء، خلونا نتكلم عن اللونشرز. هي مثل أشكال مخصصة لهاتفك، بتخليك تغير كل شيء من درجة التطبيقات للرسوم المتحركة. نوفا لونشر، أكشن لونشر، لونشير، في عالم كامل من التخصيص. الإشعارات ممكن تكون نعمة ونقمة، صح؟ أندرويد بيخليك تتحكم فيها. رتب تطبيقاتك المهمة عشان إشعاراتها دايماً تظهر، واسكت الإشعارات من التطبيقات الأقل أهمية. كمان بتقدر تحدد أوقات معينة عشان الإشعارات تسكت، مثل وقت الدوام أو وقت النوم. وأخيراً، ما ننسى إمكانية الوصول. أندرويد عنده خيارات كتيرة عشان يسهل استخدام هاتفك، مهما كانت احتياجاتك. غير حجم النص، عدل ألوان الشاشة، أو فعل قارئ الشاشة عشان تسمع كل شيء. الفصل الثالث، عزز إنتاجيتك، خلونا نرفع مستوى الإنتاجية. أولاً، تعدد المهام. أندرويد تطور كتير من أيام تعدد المهام البطيء. هلأ، بتقدر تشغل تطبيقين جنب بعض مع وضع تقسيم الشاشة، مثالي لقراءة الملاحظات أثناء العمل على مستند أو مشاهدة فيديو أثناء تصفح الويب. بس في كمان، النوافذ العائمة بترفع تعدد المهام لمستوى جديد. تخيل تطلع نافذة آلة حاسبة وأنت في جدول بيانات، أو نافذة تطبيق مراسلة فوق اللعبة، كأنك عندك هواتف كثيرة بجهاز واحد. والأفضل تعدد مهام للوسائط في وضع صورة داخل صورة. صغر مكالمة الفيديو أو برنامج البث المباشر لنافذة متحركة وأنت بترد على الإيميلات أو بتتصفح مواقع التواصل، كأنك عندك شاشة تلفزيون خاصة بتتحرك معك. هلا، خلونا نتكلم عن عمر البطارية. كلنا بدنا هواتفنا تدوم لفترة أطول، صح؟ ميزة البطارية التكييفية مثل مدير طاقة ذكي
بتتعلم من نمط استخدامك وبتحدد من استخدام البطارية للتطبيقات اللي ما بتستخدمها كتير. ولما تحتاج البطارية تدوم لفترة أطول، أوضاع توفير الطاقة هي الحل. بتحد من نشاط الخلفية، بتقلل سطوع الشاشة، وحتى بتقيد استخدام البيانات عشان تستفيد من كل نقطة طاقة. وأخيراً، خلونا نرتب درجة التطبيقات. أندرويد بيخليك تعمل مجلدات، تضيف عناصر واجهة مستخدم، وحتى تخفي التطبيقات اللي ما بتستخدمها. ما في داعي للتمرير الطويل عشان تلاقي التطبيق اللي بدك إياه. الفصل الرابع، جواهر مخفية للاستخدام اليومي. غطينا كتير، بس صدقوني، في كمان. أندرويد عنده مجموعة جواهر مخفية بتسهل حياتك اليومية. تمنيتي يوماً لو هاتفك يقرأ الكلام بصوت عال، مع خاصية تحويل النص إلى كلام، بيقدر. خليه يقرأ المقالات بصوت عال، يكتب ملاحظاتك، أو حتى يترجم اللغات مباشرة. وبالحديث عن الترجمة، عدسة جوجل بتغير كل شيء. وجه كاميرا هاتفك على نص بلغة تانية، وراح يترجمه قدامك مباشرة. بس ما بس للنص، عدسة جوجل بتقدر تتعرف على الأشياء، تلاقي منتجات مشابهة على الإنترنت، وحتى تقرأ رموز QR. وطبعاً، ما فينا ننسى مساعد جوجل، كأنك عندك مساعد شخصي في جيبك. ضبط التذكيرات، اتصل، أرسل رسائل، تحكم بأجهزة منزلك الذكي، الإمكانيات لا حصر لها. بس في نصيحة مهمة، تعلم فن اختصارات المساعد، هي أوامر صوتية مخصصة بتشغل إجراءات معينة على هاتفك. مثلاً، بتقدر تقول يا جوجل شغل روتين الصباح، ومساعد جوجل بيشغل الأنوار، بيشغل ماكينة القهوة، وبيقرأ لك الأخبار. الخاتمة، أطلق العنان لإمكانيات أندرويد الكاملة، وهيك بنكون غطينا كل شيء. جولة كاملة في الميزات المخفية لأندرويد. تكلمنا عن كل شيء من الإيماءات والتخصيص لنصائح الإنتاجية والجواهر اليومية. هل دوركم تجربوها وتطلقوا العنان لإمكانيات هاتف أندرويد الكاملة؟ لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو إذا استفدتوا منه، واشتركوا بالقناة لمزيد من النصائح والحيل التكنولوجية. وفعلوا جرس الإشعارات عشان ما تفوتكم الفيديوهات الجاية. أشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامة.